أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسل رمز لاسمه بالحروف نون زاي، له سؤالان يقول في أولهما: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يحرمه وأكل الدباء، فهل من القربة أن أدع هذا وأكل هذا أم لا؟ هذا ليس من القربة وإنما هو من العادات، هذا من العادات، الأكل من العادات، إن شئت تأكل فأكل من المباح، وإن شئت ألا تأكل فلا تأكل، هذه أمور عادية ليست من أمور العبادة. نعم، لكن اتباع رسول الله فيها يكون له فزية. هذا ليس من باب التشريع، ليس من باب التشريع، وإنما هو من باب العادات، يعني ينظر ما تألفه نفسه فمشتهى من حلال أكله أو تركه، ينظر ما يليق بنفسه وما تطلبه نفسه ولا حرج ويأكل منه. أما أنه يأكل يقول أبقتدي بالرسول وهذا السنة، نعم، هذا ليس من باب التشريع. نعم.